طلع عمو، طلع عين على الجبال، في حدا بيسكر فيهم؟ طلع بعينك شوف. تفضل. بالليل اذا بنخبص بعضنا ما بنقدر نشوفها. اذا بدنا نطلع نجيب حطب، ابونا بده يطلع يجيب لنا حطب لتدفئه، ما في عنا. تعال فرجي. خذوا مي. ما بيشتري. خذوا مي. هلا صار المطر ما بقى فينا نتدفى. وعيني يا عمو شوف على الجبال، في لك انت تسكن فيها؟ صرنا 9 سنين هون. هلا صرنا 9 سنين هون ونحن تحملنا الجوع وتحملنا التهجير، بس البرد والله يا عمو ما بنقدر نتحمله. بدي احكي لك على شغله. بالليل بجوع ما بستحسن انا اقول لابوي، لانه اكيد بابا بده يخجلني، واذا اضطر يروح يتدين، وما هم ما في حنا حدا لحتى يديننا، لانه ما في احوال ماديه لحتى نقدر نشتغل عشان نوفي له. انا ابوي عمل نظافه، كل رفقاتي بيتنمروا علي لانه هني اغنى مننا. حين بقولوا لي انه ابوك شو بيشتغل، انا ما بلون الا انا بيشتغل على تراكتور، بس ما برد علي. بتغطى تحت الاعلام وببكي عشان ابوي ما بيسمعني، بحط المخدة على بطني عشان اسكت شعري.